وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات الأستاذ أياد الرومي. أستاذ أياد، مرحبا بكم. يعني من جديد القوات الحكومية تحاول اقتحام ساحة الاعتصام في محافظة كربلاء، لكن السؤال هنا، لماذا هذا الإصرار على الخيار الأمني من قبل الحكومة؟ ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. مرحبا بك وبقناتكم. أهلا أستاذ أياد. بالحقيقة يعني أكو ازدواجية بالتعامل من الحكومة العراقية الحديثة. يعني أكو كلام ترى من رئيس مجلس الوزراء ووعود كثيرة، ولكن نرى العكس على أرض الواقع. نرى العكس على أرض الواقع. نعم. نعم أستاذ أياد، مسألة الاستخدام يعني إطلاق الرصاص الحي والقنابل الدخانية والغاز المسيل للدموع، عملية النهج القمعي، هل هو قرار متخذ من سلطة أعلى من الحكومة والبرلمان والقادة العسكريين والسياسيين؟ هل تعتقد ذلك؟ أكو ضغوط، أعتقد 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 أكو ضغوط على رئيس مجلس الوزراء الجديد. يعني لماذا نعرف على قولة أهلنا مية شنو؟ نعم. هل هو اليوم راح يتصف مع الشعب أم هو راح يسلك نفس مسلك الذين سبقوه؟ هذه مشكلة. يعني إحنا اليوم لحد الآن مدى نعرف وين توجهه، وين حقيقته. نعم. وين تالية، يعني على قولة شو يقولون أهلنا، وين تالية وين مية؟ لذلك احنا انتم كمتظاهرين هل تثقون بحكومة مصطفى الكاظمي؟ هل هناك يعني ثقة متبادلة؟ سؤال جيد طبعا. نعم. احنا كمتظاهرين حتى الان لم نعطي الثقة لاي حكومة جاءت بعد 2003. نعم. 17 سنة مرت هذه تجار على وعود بالكلام، اما على ارض الواقع نهب وخدت في مقدرات الشعب. استاذ اياد، يعني هناك مطالبات يعني من قبل البعض، يطالبون بان تكون هناك مواجهه بين مصطفى الكاظمي ومن يمثل المتظاهرين. اذا ما اقدم الكاظمي على ذلك، هل سترسلون وفدا يمثل المتظاهرين وبالتالي يطرح كل مطالبكم؟ قلناها سابقا ونقولها. نعم. المسؤول ليس كعبة من اجل ان نحب البيت. والسيد الشرطي يعرف ما هي مطالب الجماهير وهي ليست بالبعيد. نعم. إذن من بغداد الناشط في التظاهرات الأستاذ أياد الرومي، شكرا جزيلا لكم.